اوعى ايدك يا الحاج ولا ايدك يا الحاج ولا اللي حصل انه انا خارج من العزاء كان في عدد كبير جدا جدا من الشباب اللي بالموبايلات وعايزين يتصوروا كده، وانا كنت مستعجل فمشيت وقلت لهم معلش يا جماعة وكده، انما تزحموا عليا وتدافعوا عليا، واحد شدني من كتفي من ورا ومش عارف ايه، ويعني كانت حاجة تضايق، فانا زقيته كده ابعده عني، واصلا ما كنتش اعرف انه هو من ذوي الاحتياجات ولا حاجة، وانا لو كنت اعرف طبعا كده ما كنتش حتى يعني زقيته او اي حاجة. انا شايف ان الموضوع يعني ناس كبرته اكتر من اللازم. هقول للشاب انه معلش حقك عليا، وانا ما كنتش شايف الحكاية، الدنيا زحمة حواليا، وده تصرف يعني طلع بشكل لا ارادي.